السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. فيديو جديد، والنهاردة معنا في الفيديو الكابتن أحمد شوبير، هنشوفه هيقول إيه عن صفقة النادي الأهلي وصفقات النادي الأهلي، وكمان مفاجآت سواريش في لقاء القمة اللي هي هتكون إن شاء الله يوم الخميس المقبل في نهائي كاس مصر. وفي نهاية الفيديو في ضربة قاضية وفضيحة نادي الزمالك واتحاد الكرة، يعني لو مشينا بالطرق الصحيحة وباللوائح والقوانين نادي الزمالك هيهبط للدرجة الأدنى، وحل اتحاد الكرة. الحلقة دي مهمة جدا، اتمنى تسمعوا لنهاية الفيديو. سواريش او ريكاردو سواريش، الحمد لله انا قلت الكلام ده بعد التعادل مع الجونة. منظر ما كانش كويس بعد الفوز على فيوتشر واحسن مباراة قدمها النادي الاهلي السنة دي، وقلته قبل مباراة بيراميدز وقلته بعد مباراة بيراميدز، لا يمكننا على الإطلاق الحكم الآن على سواريش خالص، لكنه نشوف رؤيته، نشوف شكله، نشوف طريقته، نشوف أسلوبه، نشوف معدنه، نشوف فكرته هتبقى عاملة إزاي للمرحلة المقبلة. يعني يجي يقول لك إيه سواريش بيخطط لاستبعاد ثلاثي الأهلي من نهائي كأس مصر، ولما تيجي تبص على ثلاثي النادي الأهلي الراجل هيستبعدهم يعني كريم فؤاد، حمدي فتحي، ايمن اشرف. هذا الكلام غير صحيح، عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين هذا الكلام غير صحيح. بالعكس هو بيفضل دايما ايمن اشرف لانه عايز واحد بيلعب برجليه الشمال. سواريش مشكلته يا جماعه الحقيقيه هو عايز يبدا الكوره، عايز يبدا الهجمه من تحت، هو ما بيحبش الكرات الطويله بقى، سواء من حارس المرمى، من حد من المدافعين او كريم فؤاد هو رقم اثنين، محمد هاني لو رجع هيبقى رقم واحد، ده طبيعي جدا، ففي لعيبه حاجزه رقم واحد يعني. فالراجل لا قال حاجه ولا محتاجه. بالمناسبه سواريش بعد المباراه السابقه ما اتكلمش مع اللعيبه، قال هارد لك، اجازه بكره وعندنا تمرين، وبداوا التمرين امبارح فقط لا غير، عشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين. ولسه الاعداد ما بينه وما بين حتى لجنه الكوره و لسه ما سخنتش قوي، وهم متفقين ان الفتره دي تبقى تجارب بالنسبه له، يبص على اللعيبه ويبقى اقل قدر من الخسائر. يعني محمد صبحي ممكن يطلع لكم على الشاشه دلوقتي المستند الخاص ببند شراء نادي فاركو لحارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر محمد صبحي القيمه الماليه. نادي فاركو يحق له تفعيل بند شراء الحارس اللي هو 20 مليون جنيه بشرط اختار نادي الزمالك كتابيا خلال 7 أيام من نهايه الموسم، يعني الموسم يخلص يوم 31 اغسطس معاه لحد 7 سبتمبر. الزمالك بياخد 20% لو فاركو باع الحارس لاي نادي اخر خلال التعاقد معاه، وبالتالي اعتقد كده يبقى الامور واضحه انه الرقم لن يقل باي حال من الاحوال عن 30 مليون جنيه. السؤال الاول، هل فاركو هيفعل العقد؟ سؤال. السؤال الثاني، هل لو فعل العقد هيبيعه؟ سؤال. السؤال الثالث، هل فاركو هيكتفي بالفتره الماضيه مع محمد صبحي؟ الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل. فاصل ونرجع تاني. لسه عندي سؤالين. سؤال اولا، العقد بتاع سيف الدين جالك ازاي؟ سيف الدين جالك على التليفون ازاي؟ زي على فكره انت خدت يا ابن اللذين، لسه قاعد برضه من الساعه شايف العقد جالي على التليفون. تمام. فالعقد يعني ما شاء الله جاب بسرعه يا كابتن خالد. تمام. النقطه الثانيه، مكتوب في العقد ان هو انتقال حر من المقاولين للزمالك ولا من الزمالك للمقاولين بعقد بفلوس اتدفعت؟ لا الزمالك سد الزمالك، هو كان الاول عقد. طب انت عايز تعرف ليه؟ البيع انت عايز تعرف ليه؟ عايز يعرف بس العقد تفاصيل عايز تعرف تفاصيل العقد؟ لا عايز تعرف الثغرات؟ لا حاجتين. لا 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 مش الثغرات، لا خالص لا خالص. عايز اعرف بس حاجه واحده، واحد ده جالك ازاي؟ اثنين، هل انتقل من الزمالك من المقاولين للزمالك في صفقه انتقال ولا كان حر يحق له ان هو ينتقل لاي حد ثاني؟ لا كان صفقه انتقال. صفقه انتقال؟ اه. يعني هو موجود من المقاولين للزمالك، مكتوب على في السيستم او على او متسجل على السيستم انتقال. صفقه انتقال. اه شكرا. دي وراها حاجه اكيد. لا شكرا. لا دي وراها. لا لا هو خد بالك النادي الاهلي مش في حساباته. لا 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 ما تكلمش. انا لا يعني احنا بنتكلم مع كابتن سيد دلوقتي. طب السؤال الثاني، هم السؤال جالك سؤال العقد جالك منين؟ جالك العقد ازاي؟ سهل ولا لا؟ فمكتوب في العقد ان هو انتقال. طيب معلش
هنشوف فيريرا بيفاضل بين طريقتين للعب امام الاهلي في نهائي الكاس، وهو انه بيفاضل ما بين طريقتين طبعا لتأمين الوسط والدفاع خاصة في بداية المباراة، خوفا من دخول اهداف في مرمى محمد عواد تربك حسابات الفريق في بداية المباراة. وبيميل فيريرا لخطة 2-5-3 على ان يتم التعديل اثناء سير المباراة لتأمين الدفاع والوسط. من هي اخرى رفض البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك فكرة رحيل سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الا بعد التعاقد مع مهاجم اجنبي سوبر بيتمكن من قيادة هجوم الزمالك في الموسم المقبل، وده طبعا هيبقى في ظل رغبة الجهاز الفني وادارة النادي في تكوين فريق قوي بينافس على دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل. وزي ما كلنا عارفين ان سيف الدين الجزيري تلقى عدة عروض من اندية سعودية واماراتية خلال الفترة الماضية، ولكنها لم ترتقي لمرحلة العروض الرسمية، وتحدث الجزيري مع بعض افراد الجهاز الفني حول تلك العروض ورغبته في الرحيل في ظل عدم اعتماد فيريرا عليه في التشكيل الاساسي بصفة مستمرة منذ توليه تدريب الفريق. ومن ناحية أخرى استقر فيريرا على تخصيص حصة تدريبية خلال المران اليومي لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء قبل مواجهة الأهلي في نهائي الكاس، والمقرر لها 9 مساء بعد غد الخميس المقبل. ويجهز فيريرا جميع لاعبي الفريق لتسديد ركلات الجزاء تحسبا لوصول المباراة لركلات الجزاء من أجل حسم الفريق الفائز والذي سيتوج بلقب كاس مصر. وبيحرص البرتغالية على إتقان لاعب الزمالك تسديد ركلات الجزاء علشان يتمكن من تحديد ترتيب اللاعبين في حالة التسديد، وبرضو طلب من أيمن طاهر مدرب حراس المرمى تجهيز محمد عواد حارس المرمى للمرحلة دي علشان ما يتركش الأمر للصدفة في المباراة. وهنشوف سواريز بيفاضل بين كريم فؤاد ومحمد هاني للمشاركة مع الأهلي أمام الزمالك، وده طبعا علشان يستقر على احدهم للمشاركة في التشكيل الاساسي. وشارك محمد هاني في مران المارد الاحمر يوم الاثنين امبارح علشان يأكد جاهزيته طبيا للمشاركة في المباراة، وده بعد تعافيه من الاصابة بشد في العضلة الامامية اللي تعرض ليها في مباراة فيوتشر. وشارك كريم فؤاد ايضا اساسيا في خسارة الاهلي من بيراميدز بالمباراة الاخيرة بالدوري، ويدخل فريق الكرة بالنادي الاهلي معسكرا مغلقا النهاردة استعدادا لمباراة الزمالك المرتقبة المقررة لها الخميس المقبل في نهائي كاس مصر باستاد القاهرة. استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز المدير الفني على دخول معسكر مغلق قبل لقاء القمة المرتقب ب 48 ساعة لفرض مزيد من التركيز والهدوء في المعسكر والابتعاد أيضا عن أي ضغوطات خارجية، خاصة أن الفريق بيتعرض لهجوم شرس بعد الخسارة من بيراميدز 2-0 المباراة اللي جمعتهم السبت الماضي في الجولة 25 لبطولة الدوري. نتمنى ان شاء الله التوفيق لنادينا النادي الاهلي.